حي العمق هو من الأحياء القديمة في مدينة الضال البيضاء، وتعد منارة العمق هي من أقدم المنارات في مدينة الضال البيضاء، وكانت بنيت في عام 2016، وكان يسمى هذا الحي قبلا بحي اليهود المغاربة، وكان يضم في تأسيسه فقط 9 عمارات. من بعد ما سكن فيه المغاربة في عام 1920 بنيت فيه عمارات أخرى، ونشأت هناك صداقة بين اليهود والمغاربة، وهذا الحي أخرج العديد من الأطر التي صنعت لها مجال في السياسة وفي كرة القدم والعديد من المجالات الأخرى. وكانت عمارة رقم 36 و34 آنذاك كانت عبارة عن مدارس حكومية كان يدرسون فيها قبل إنشاء المدرسة القديمة، وتحيط بأحياء العنق كل من الهجاجمة وأنفا والبحر وعين الدياب. ويمتاز أجواء رمضان في هذا الحي بأجواء جميلة، وهذا الحي يتوفر على 37 عمارة، والبعض يقول أن هناك 40 عمارة، غير أنه لا يوجد عمارة 27 و28. ومن أبرز معالم أحياء العنق هي منارة العنق التي كنت تحدثت عنها في الروبورتاج السابق، وحمام العنق والمدرسة القديمة. ويمتاز العنق بأنه كان أول حي متحضر في مدينة الضال البيضاء، لأنه كان يتوفر على 3 مطاعم. وما يميز الناس العنق أنهم نفس الناس الذين سكنوا الحي هم أنفسهم، وهم يعرفون بعضهم البعض ويمتازون بحفاوة وطيبة لا مثيل لها. والآن يا أعزائي، من بعد ما عرفتكم بحي العنق، الآن سأترككم مع بعض المساحات الخضراء وبعض الصور حول حي العنق. فمرحبا بكم في هذا الحي الجميل، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. والآن سأترككم مع الصور، فرجة ممتعة.